هذا هو الوزير ميرا روف وزوجته في هذه الميدالية. ولفت النظر بالمقارنة بين هذه القدم وتلك، وهم كمسلمين برعوا في أخذ المقاييس المختلفة والمتميزة بدقة متناهية. في هذه القدم تجد بأن هذا الظفر الإصبع الأكبر واضح للعيان، وفي هذه الجزئية هناك تورم في هذه القدم. وتنبأ المؤرخون بهذا الورم المتواجد في القدم لميرا روك يؤكد على أنها كانت في نهاية حقبته أو نهاية حياته لإصابته بمرض ما أثر على قدمه. ومن هنا نقول بأن المسلم برع في شتى المجالات، ومنها المجال الصحي، وهذه الجدارية تثبت ذلك بمقارنة القدم بالأخرى. هذه هي مصر الحضارة.